انت سألتني رأيي في الماتش، حقيقة مخيب الآمال، لست مخولا أو مؤهلا للتعليق عليه من ناحية الفنية، ولكن بهذه الطريقة 3 أهداف كلها ضربات جزاء، أمر بحاجة إلى أن يتوقف عنده المختصون. حقيقة الفريق الأردني فريق تضح بأنه فريق كبير، خصوصا في هذه الدورة الآسيوية، وصعد سلم المجد في هذه الدورة سريعا، وحطم أرقامه القياسية ونفسه إنجاز التعبير لأنه تأهل إلى الربع لأول مرة بهذه الطريقة، طريقة خروج المغلوب، أما هو سبق أن تأهل للربع في مرة سابقة، تأهله إلى النصف هذا إنجاز بحد ذاته حتى لو خرج، تأهله إلى النهاية هو إنجاز آخر الآن، ويحتفظ بهذا الإنجاز، ما في خسارة إنجاز لأنه تأهل إلى نهاية كأس آسيا، هناك فرق كثيرة تأهلت ولم تحصل على اللقب، كنا نتمنى فوز فريق الأردن حقيقة، ولكن المباراة كما هي الآن بدون تعليق على فنياتها، الأردن الفريق الأردني قاتل حقيقة بشراسة ولعب، وفي تقدير الشخصي هذا الهدف الأردني الرائع يساوي الأهداف 3 البنالتيات. ربحنا أشياء كثيرة، ربحنا فريق قوي، ربحنا تكامل ورؤية مستقبلية، ربحنا أبطال في الميدان، كلهم أبطال، هذول اللاعبين الأردنيين أعضاء الفريق كلهم أبطال، ربحنا اللحمة الكبيرة، ربحنا أشياء كثيرة. أنا هنا في المغرب أعيش منذ عقود، لا تتصور مقدار التعاطف الشعبي المغربي مع الفريق الأردني، كنا نتلقى التهاني عقب كل فوز، الآن لو تشوف شوارع الرباط كلها ما فيها، يعني كلها خالية من المرور بانتظار مشاهدة هذا الفريق، دعما للفريق الأردني وأيضا بإنصاف دعما للمدرب عموتة، هذا شيء طبيعي. ربحنا أيضا أنه الآن رؤية أصبحت واضحة، وعلى المعنيين بتسيير الكرة الأردنية المحافظة على هذا الفريق، والمحافظة أيضا على هذا المدرب، هذا المدرب جدير بأن يدعم وأن يحافظ عليه، لأنه أكيد سيتلقى عروضا مغرية كثيرة، ولكن أتمنى أن يبقى مع الفريق الأردني. ربحنا حقيقة أشياء كثيرة، ربحنا حب الجماهير، ربحنا حب اللاعبين والفريق المغربي إن شاء الله، الأردني إن شاء الله تعالى إلى الأمام. تحية للمغرب، تحية لوسائل الإعلام المغربية، تحية للجماهير الأردنية، وتحية لفريقنا، وعليه أن يسير. وهذه المحطة أنا أعتبر رغم الخسارة هو إنجاز، أن تلعب بهذه الرجولة وأن تحقق هدف رائع في البطولة، وأن ينهزم الواحد في النهاية 3-0 كلهم ضربات جزاء، هذا أيضا إنجاز يسجل، يضاف إلى سجل الإنجازات. احنا فخورين جدا بالمستوى اللي وصل فيه الأردن للنهائي لكأس آسيا، وهذا يدل على عناية جلالة الملك والأردنيين للوصول لهذا المستوى، وإحنا فخورين بالمستوى الأردني صراحة، ولعبوا رائع لعبوا، وما ننسى نشكر المدرب عموتة على المستوى اللي وصل إله، وإحنا فخورين جدا، وكان الجول رائع بمستوى كتير رائع، وإحنا فخورين كأردنيين في المغرب بهذا المستوى اللي وصل إله المنتخب الأردني. واجتمعنا اليوم كأردنيين في الرباط لدعم المنتخب الأردني، وشكرا جدا جدا للمغاربة وللأردنيين الموجودين في العالم كله، كانوا رائعين ولازم يوصلوا للمستوى الأول صراحة، وكان لعبهم رائع. لا تبارك الله عليهم، ما شاء الله الشباب لعبوا، والله يوفقهم يا رب العالمين، والحمد لله احنا وقطر دولة واحدة. ايوه كنا كنتمنى، بس سبحان الله العلي العظيم ما لناش نصيب، ونتمنى من الله ان شاء الله الايام الجايه تكون افضل. لا ما شاء الله لعبوا، الحمد لله لعبوا، والمدرب ما شاء الله اعطى عموته، ديما الاردن.